هذا سكشن بال vast difference or ductus difference. هاي اللومن central lumen مالته زين بها بها mucosal folds يعني folded اللومن بها folded folding وبها داير مدايرها تحط بها muscle. الانر والاوتر تكون longitudinal والميدل راح تكون circular muscles. هسه نسوي زوم نرجع مرة ثانية نعرف انه هاي اللايننج epithelium واكو لامنا بروبريا ميوكوزال فولدينج اكو هاي فولد يعني هنا الانر لونجيتيودينال والميدل سيركل الانر والاوتر لونجيتيودينال والميدل سيركلر. زوم مرة ثانية الابيثيليوم راح يكون سيدو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم. نوع الابيثيليوم هو سيدو ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم. هاي اللامنا بروبريا هاي اللامنا بروبريا هاي كلها نسميها ميوكوزال فولدينج يعني الابيثيليوم واللامنا بروبريا وهاي المسل انر لونج الى لونجيتودينال ميدل سيركلر والاوتر لونجيتودينال مسل. اكو هم يمكن اكو ادفانتيشيا او اي اكو ادفانتيشيا اذا سوينا زوم اوت اذا نطلع من برا هذا الادفانتيشيا طبعا هاي بلاد فيسلز هذا شكله لاني ارتريز يمكن هذا بلاد فيسل اعتقد هاي ادفانتيشيا